بدعوة من مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود الخيرية، وبمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. شارك سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير شؤون الإعلام في الجلسة الرئيسية لمنتدى مسك للإعلام والذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، ويشارك في المنتدى 47 متحدثا من 13 دولة، ويضم أكثر من 33 فقرة ما بين جلسات حوارية وورش عمل يقدمها خبراء في المجال الإعلامي وصناعة المحتوى. ويبحث المنتدى ممارسات تزييف المحتوى الإعلامي، ويهدف لإيجاد الحلول لوقف الأخبار المزيفة والمغلوطة والتصدي لانتشار أشكال وصور التزييف الإعلامي والتي تؤثر بشكل سلبي على المجتمع. كما يناقش المنتدى واقع انتقال حال الإعلام من الطريقة التقليدية إلى السريعة وطرقها في صناعة الرأي العام، ويستعرض منتدى مسك للإعلام آليات توظيف تقنيات الذكاء الصناعي ودورها في تعزيز قدرات العاملين في التسويق الإعلامي الرقمي ومساعدتهم على تحقيق نتائج ملموسة خلال حملات التواصل الاجتماعي القائمة على البيانات.